من جانبه ثمن الرئيس السيسي إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام إلى عضويته اعتبارا من يناير المقبل. وأعرب الرئيس السيسي في بيان له اعتزاز مصر بثقة دول التجمع التي تربطها بها جميعا علاقات وثيقة، مؤكدا تطلعه للتعاون والتنسيق مع دول التجمع الفترة المقبلة وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك، مشددا على ضرورة العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. هذا وقد علقت وزارة الخارجية على إعلان قادة دول مجموعة بريكس الموافقة على انضمام مصر إلى المجموعة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير أحمد أبو زيد إن دعوة مصر للانضمام لبريكس يؤكد دورها المتنامية في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن انضمام مصر إلى المجموعة يؤكد قدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادي دولي أكثر شمولية وعدل، ويأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصادات دول الجنوب البازغة وشعوبها. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة واقتصادات التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، بعد التحية، كيف ترى قرار مجموعة بريكس بضم مصر إلى عضويتها بدءا من يناير المقبل؟ مساء الخير يا فندم. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه هذا القرار يعني بياتي نتيجه ان المجموعه بتشوف الدور المتنامي لبعض الدول اللي بتطلب الانضمام. خلينا اقول لحضرتك معلومه قد تكون غائبه عن الكثيرين، انه كان في حوالي 19 طلب متقدم لهذا التجمع للانضمام، ولكن تم الموافقه النهارده فقط على قرارات انضمام مصر والسعوديه والامارات والارجنتين وايران واثيوبيا فقط من ال 19 طلب المقدم. فطبعا بياتي هذا القرار نتيجه ان هم بيشوفوا النمو الاقتصادي المتصاعد لمثل هذه الدول، القوى العسكريه التي تمتلكها هذه الدول، الاحتياطيات التي تمتلكها هذه الدول، قدره هذه الدول على تحقيق اضافه لهذا التجمع، لانه هذا التجمع هو تجمع سياسي قبل ان يكون تجمع اقتصادي. واعتقد انه من ضمن مستهدفاته ان هو بيسعى الى تكوين جبهه مضاده ضد سياسه القطب الواحد اللي العالم بيسير بيها خلال العشرات من السنوات الماضيه. فاتصور ان احنا النهارده بنأسس لعصر جديد تتنامى فيه التكتلات والقوى العظمى نتيجة هذه التكتلات وتواجدها، وده أمر طبعا مطلوب جدا عالميا حتى يحدث التوازن ويحدث نوع من العدالة قدر الإمكان في القرارات التي تمس حياة الشعوب في العالم. دكتور محمد، ما هي انعكاسات انضمام مصر إلى مجموعة بريكس على الاقتصاد المصري؟ بالطبع في فوائد كتيرة جدا من الممكن ان هي تعود على الاقتصاد المصري. مصر بتتوسع دوليا، مصر بتدخل في تكتلات وتجمعات اقتصادية وسياسية عالمية بيكون ليها تأثير قوي جدا. اعتقد انه انعكاسات هذا الاقتصاد المصري مزيد من الانفتاح الاقتصادي، مزيد من الصادرات المصرية الى الخارج. في نقطة مهمة جدا ان المبادلات التجارية ما بين مصر ودول الاعضاء في البريكس هتكون بالعملة المحلية، وده طبعا امر مهم جدا وجزء من حل مشكلة النقد الاجنبي اللي احنا بنلاقي صعوبة في الحصول عليه. قدرتنا على التصدير وقدرتنا على خلق الفرص المشتركة وجذب الاستثمارات سيكون له دور مهم جدا خلال الفترات القادمة. مصر هي عضو في بنك التنمية التابع لتجمع البريكس، وأعتقد أن ده بيديها أيضا قوة كبيرة جدا في هذا التجمع، وبيديها أيضا فرص الحصول على تمويل من هذا البنك إذا لزم الأمر.
يعني من الممكن ان تتحقق العديد والعديد من المزايا، ولكن شرط ان احنا نجيد اداره الفرصه وان احنا نعتمد على اكفاء يكون عندهم رؤيه وتصور كيف يمكن انجاح الموقف المصري في هذا التجمع وخلق الفرص الممكنه اللي ممكن نستفيد بها كاقتصاد مصري وكسياسه مصريه خارجيه في النهايه. دكتور، كيف ترى الرسائل الموجهه الى المستثمرين بضم مصر الى عضويه مجموعه بريكس حاليا؟ بالطبع ده بيطمن المستثمر الاجنبي وبيطمن المستثمر المحلي ان الاقتصاد المصري بخير رغم الصعوبات والتحديات اللي بتواجه العالم ومنه الاقتصاد المصري. اي اقتصاد النهارده بيعاني الحقيقه، ولكن هي رسائل طمانه بانه القادم افضل باذن الله. يعني ان يكون مصر تدخل في تحالف بيضم اكثر من 42% من سكان العالم، بيستحوذ على 16% من حجم التجاره العالميه، بيستحوذ على اكثر من 25% من السلع والخدمات المنتجه عالميا. دي فرصه عظيمه جدا بالنسبه لاي مستثمر ان هو يجد لنفسه سوق كبيره وضخمه بهذا الشكل. قدرتنا على صناعه القوانين والتشريعات اللي بتسهل عمليه جذب الاستثمارات مهمه جدا، لانه المستثمر الاجنبي اللي هيجيب فلوسه ويجي في الدوله هيلاقي مناخ سياسي، هيلاقي مناخ اقتصادي جيد، هيلاقي تشريعات وقوانين منظمه ومريحه، هيلاقي مفيش عراقيل، هيلاقي في سرعه في يعني انهاء الاوراق والمستندات المطلوبه لاقامه الاستثمارات بتاعته، هيلاقي طرق كويسه، هيلاقي موانئ كويسه، هيلاقي شبكه من اللوجستيات قادره على ان هي توصله بدول التجمع، سواء بنتكلم على الصين، بنتكلم على الهند، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على جنوب افريقيا، بنتكلم على الدول اللي دخلت النهارده في هذا التجمع. سوق كبير جدا، سوق مفتوح كبير جدا. يكفي ان انا اقول لحضرتك ثلث انتاج الحبوب في العالم جاي من هذا التجمع، فاتصور انه اي مستثمر شهيته هتكون مفتوحه ان هو يدخل في اي دوله من دول التجمع واللي انضمت ليها النهارده. ومصر فرصتها واعده، لان احنا بنقول دائما مصر هي بوابه العبور الى افريقيا، وده يمكن سبب جوهري من اختيار مصر ان هي تكون عضو في هذا التجمع. مقومات الاقتصاد المصري عديده، ولكن من يؤمن بها ومن يفعل هذه المقومات ومن يكون قادر على طرح الرؤيه او التسويق للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ويعني جذب الاستثمار بيحتاج الى فكر، بيحتاج الى جهود، بيحتاج الى يعني نرى او نقرا ما هو في عقل المستثمر ونطبقه علشان نقدر ننجح في النهايه، ونقدر يعني الرقم الخاص بالاستثمار الاجنبي سواء المباشر او غير المباشر يكون قوي وكبير. الأستاذ الدكتور محمد بغى، أستاذ الإدارة واقتصادات التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. وقد لقى إعلان دول بريكس دعوة مصر للانضمام إلى المجموعة ترحيبا واسع النطاق من عدد كبير من الرؤساء والزعماء. نتابع المزيد في العرض التالي.